الأميرة ليلى عبلة، مسار طويل من رجالات حكموا المغرب بدءا بزواجها بالملك محمد الخامس ومرورا بإنجابها لخمسة أمراء، وما عايشته في تجربتها الطويلة وما راكمته من أسرار حتى أصبحت علبة من الأسرار أو العلبة السرية للقصر. في هذا التقرير التاريخي نكتشف مسار هذه الأم ومسار هذه الشخصية في علاقتها بالسياسي والاجتماعي والتربوي، وكيف كانت علاقتها مع الحسن الثاني، هل تطبع بطباعها ووصاياها. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. نادرا ما تناول التاريخ بالتوثيق نساء السلاطين العلويين حتى ظلت حياتهم وحتى صورهم خلف أسوار القصر محاطة بالسرية والتكتم الشديد، إلى أن تولى الملك محمد السادس عرش والده في صيف 1999، حيث لم يجد أدنى حرج في إظهار زوجته الأميرة ليلى سلمى لعموم المغاربة عكس والده الحسن الثاني وجده الراحل محمد الخامس. وعلى غرار العديد من نساء القصر، تكاد كل الشهادات التي حضر فيها اسم ليلى عبلة زوجة الملك محمد الخامس ووالدة الحسن الثاني وجدة الملك محمد السادس تتفق على أنها امرأة تتسم بالكثير من الحكمة والنظرة الثاقبة. كيف ذلك؟ لقد تزوج محمد الخامس من ليلى عبلة سنة 1926، وهي التي ستنجب له ابنه البكر الحسن الثاني بعد سنتين، زواج سيتحدث عنه الحسن الثاني في كتابه التحدي، حين عاد والدي من فرنسا في دجنبر 1926 تزوج من الأميرة والدتي وعلم بولادتي في 9 يوليوز 1929. خلال تواجده بفرنسا في زيارة رسمية كان البروتوكول قد هيأ لها منذ مدة طويلة، ولم يتمكن والدي من الحضور في اليوم السابع من ولادتي، لذلك أصدر أوامره إلى الحجب الملكي بتسميتي باسم جدي مولاي الحسن. ولم يكن عمر محمد الخامس أنذاك يتجاوز حينها 18. كانت ليلى عبلة التي تنحدر من أسرة اشتهرت بالتقوى والصلاح وعلى قدر جمالها، بحيث ظلت الزوجة الوحيدة لمحمد الخامس، ولم يتخذ الزوجة الثانية ليلى بهية زوجة إلا بعد مرور 30 سنة تقريبا على زواجه من ليلى عبلة وإنجابها منه لخمسة أبناء، من بينهم الأميرة ليلى عائشة التي تحدثت عن والدتها ليلى عبلة في استجواب لها مع المجلة السويسرية أليس فوشي في السنة الأولى لاعتلاء الملك الحسن الثاني العرش. تقول: والدتي تملك قلبا كبيرا وحسا تربويا عاليا، لكن طيلة طفولتنا لم نتمكن من أن نتعرف عليها أكثر، كان والداي يكاد ينفرد لنفسه بتربيتنا، كنا نزور والدتنا مرة في الأسبوع مرفوقين بأساتذتنا وكذلك مربياتنا الذين كانوا يتواجدون معنا باستمرار، وحدث معي أني كنت أنادي مربيتي بأمي، وقد كان والدي غيورا من هذه العلاقة الودودة جدا بيننا، لدرجة أنه لو كان باستطاعته أن يتولى تربيتنا وتكويننا لوحده من دون اللجوء إلى الاستعانة بامرأة لا فعل ذلك. لقد كانت ليلى عبلة تملك حسا سياسيا عميقا جعلها قريبة من الأحداث التي مر منها المغرب على عهد محمد الخامس، بحيث تتذكر مسعودة على لسان ابن أخيها ألبير ساسون في كتابه خياط السلاطين، والتي ظلت تخدم والدة محمد الخامس ليلى الياقوت حتى وفاتها، كيف كانت علاقة ليلى عبلة تولي اهتماما كبيرا لما يجري في البلاد. كانت مسعودة
تستغل الفرصة للذهاب إلى القصر للحديث مع زوجة السلطان للا عبلة، وكانت نقاشاتهما تتمحور حول قضايا الساعة وخاصة التوتر المحتدم بين الإقامة العامة والقصر والأخبار الشائعة حول خلع عاهل البلاد ونفيه بمعية أسرته. وإذا كانت علاقة محمد الخامس بوالدته للا الياقوت، والتي عمد إلى إطلاق اسمها على أحد أهم شوارع مدينة الدار البيضاء، كانت تتسم بعمق ومودة الأمومة والتقدير المتبادل لدرجة جعلت الملك الراحل يرفع من مكانة المرأة التي توفيت والدته بين أحضانها. إن علاقة الحسن الثاني مع والدته للا عبلة كانت تتسم بإعجاب الملك بشخصية والدته القوية، لذلك كثيرا ما ردد الملك الحسن الثاني اسم والدته سواء في حواراته أو في كتبه، ومنها ذاكرة الملك التي وصفها كيف صرخت والدته للا عبلة في وجه الجنرال أوفقير حينما أقدم على تقبيل يدها وهو يحاول تبرئة نفسه مما وقع، وذلك قبل لقاء الملك الحسن الثاني الذي استدعاه للقصر بعد المحاولة الانقلابية الثانية. ماذا حدث هذه المرة أيضا؟ لماذا لا تتركون أنتم الجنود ابني وشأنه؟ كفانا من هذا الجيش الذي أفزعنا مرتين، كما تحدث عن ذلك الحسن الثاني في ندوته الصحفية بعد الانقلاب. وكيف كان أحيانا يعول على والدته لمساعدته في الحسم في بعض الأمور، ومنها مثلا حين جعل دانييل ميتيران خلال زيارتها للمغرب تلتقي بأم الأمراء وبوالدته قبل أن ينضم إليهما، ويجعل المرأة تصحح رؤيتها للأمور بلباقة كبيرة فيما يخص قضية الصحراء. لقد كان الحسن الثاني يخصص دائما موعد للجلوس مع والدته، وكان يدعوها للقاء به خلال سفريته للاستجمام، بحيث يتذكر السويسري جورج فوتشي في كتابه تحت ظلال أشجار أرز إفران كيف أقدم الحسن الثاني على تغيير موعد أحد لقاءاتهما في قصر إفران قائلا: اليوم سأستقبل والدتي في إقامتي وسنتناول الغداء معا، عادة دأب عليها الملك الراحل حتى رحيل والدته التي توفيت قبله بسبع سنوات فقط. حيث ظهر الملك بعد وفاة والدته في خطاب العرش الذي ألقاه في 3 مارس بعد يومين فقط من وفاة والدته، وقد تجاوزت 70 في فاتح مارس 1992 بملامح ونبرة حزينة. قوة شخصية للا عبلة وكأي أم وأميرة جعلها تعيش لحظات ضعف بدأت بالمحاولتين الانقلابيتين اللتين تعرض لهما ابنها الحسن الثاني في بداية السبعينيات، وبعد ذلك بخمس سنوات فقط ستفجع للا عبلة سنة 1977 في وفاة أصغر بناتها للا نزهة في حادثة سير، وبعد مرور 13 سنة على زواجها من أحمد عثمان سنة 1964 قبل أن يتجدد حزن للا عبلة حينما حضرت احتضار ابنها الأمير عبد الله وعمره لا يتجاوز 48 بعد مرور 6 سنوات على رحيل شقيقته الأميرة للا نزهة وهي في 37 من العمر، فيما كان القدر يخبئ للا عبلة الجدة حزنا أعمق قبل أشهر فقط من رحيلها من خلال وفاة حفيدها نوفل ابن الراحلة للا نزهة. لم يكن حضور للا عبلة ينحصر فقط في ذاكرة أبنائها، بل حضرت كذلك في ذاكرة الأحفاد، حيث وصفها حفيدها مولاي هشام في كتابه الأمير المنبوذ أو الأمير الأحمر بكون للا عبلة كانت تلعب دورا مهما داخل القصر، كانت تملك دراية بالسياسة وتتمتع بالفراسة وبالحس السياسي، وكان لها تأثير على مجرى الأحداث،
مشيرا إلى قوة شخصيتها وتمتعها بثقة كبيرة في النفس ورغبة في تعميق ثقافتها بدون عقد. ولم يحضر تأثير لالة عبلة في حياة حفيدها مولاي هشام فقط، بل أيضا تحدث وهو يستحضر نساء القصر في حياته. ظلت امرأتان مميزتان حاضرتين في ذاكرتي، نجيبة وهاجر. لقد كنت مرتبطا جدا بهاجر لدرجة أنني أطلقت اسمها على ابنتي. حين كنت صغيرا كنت أدخل إلى جناح النساء، كنت أحب أن أنظر إلى صورهن التي يبدين فيها رفقة السلطان التركي. لقد كانت هؤلاء النسوة يتحدثن التركية والعربية الدارجة، كنا يعزفن على البيانو، وكان والدي يحب أن يجلس إلى هاجر خلال عزفها حيث كانت تعزف في حين كان يرافقها بالغناء. لقد كانت هذه المرأة محظية للسلطان المولى عبد العزيز. كانت لالة عبلة التي رافقت ابنها في الظل في قرارات سياسية حاسمة منذ اعتلائه العرش، تحرص على المحافظة على دورها كجدة، بحيث كانت تهتم كثيرا بلمة العائلة وخاصة بأحفادها وأبنائهم، ومنهم سكينة التي كانت تحظى بمكانة كبيرة كأول حفيدة للحسن الثاني وأول مولودة لحفيدة محمد الخامس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.